السلام عليكم، الاسم كريم انجار، فنان تشكيلي بمدينه تشيرا الجديده. الفكره جات من ساكنه طالمارشيت، هما اللي طرحوا علينا الفكره وطبقنا عليهم، وكنتمناو من كنتمناو من المغرب كامل يطبق هذه الفكره هذه، ومن اكادير وتشيرا حتى هما يطبقوا هذه الفكره هذه ويطبقوها في الجداريات، حيت كتعطي واحد تزيين، كتزين المكان بزاف. المده استغرقت لينا 15 يوم ليل ونهار، كنخدموا فيها بالليل وبالنهار. الفكره خصها تعمم في المغرب كامل، وكاعتراف لصاحب الجلاله الملك محمد السادس بالمجهودات اللي كيدير في هذا الشيء ديال كورونا. السلام عليكم، معكم خالد الموتشو، ابن منطقه تشيرا الجهاديه، فاعل جمعوي بالمدينه. كنبغي نشكر السي كريم اذن جارنا صاحب هذه اللوحه الرائعه، الرسام الماهر، بالتوفيق ليه. وكنبغي نشكر الشباب ديال هذه المنطقه ديال الغياتن، فيهم ايوب الناظفي، فيهم مروان، فيهم ايوب، والرسام اذن جارنا، وكذلك صاحب الفكره والمبادره خالد الموتشو. من ناحيه ديال الدعم اللي فايت كلشي، المنابر الاعلاميه سولتني واش كاين شي دعم من عند المسؤولين، الدعم اللي كان من عند واحد الرجل اللي هو ابن منطقه تشيرا الجهاديه، السي سعيد بن جلول، الابن ديال هذه المنطقه الغير على هذه المدينه. انا قدرت نجيب المبادره ونجيب الفكره، وهو قدر يدعمنا ماديا ومعنويا، والحمد لله. من بعد ما تعب كثيره 16 يوم ديال تمارا ليلا ونهارا، من بعد ما كانت هذه المزباله فيها مزباله واحد الريحه كارهه كتعطي للساكنه، قدرنا اننا نبدعوا حنا والشباب ديال الغيات على هذه الصوره الرائعه ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله، والاب ديالو ولا الله يرحمه ويغفر الذنوب ديالو، والابن ديالو مولاي الحسن الخليفه ديال محمد السادس. حنا كاننا ابناء المنطقه ديال تشيرا الجهاديه كنبغوا اننا نبينوا تا مغربي ديالنا في الابداع، وفي هذه الصوره الرائعه اللي عطات للساكنه واحد الصوره رائعه. ومن هذا المنبر ديال الصفحه ديال فبراير كنبغوا نوجهوا واحد النداء للمسؤولين ديال هذه المدينه ومجلس المجلس البلدي، انه يوفروا لنا واحد جوج انارات لهذه الصوره الرائعه، كانه دعم لهاد الشباب اللي قاوموا وضحوا من الوقت ديالهم من اجل اتمام هذه الصوره الرائعه اللي عطات واحد المنظر للتشيرا الجهاديه. انا كنبغي نوجه واحد الرساله للشباب ديال المغرب، انهم يقدروا يبدعوا بهذه الصور ديال جلاله الملك نصره الله، اننا نبينوا للمدن الاخرى اننا حنا وراء ملكنا وراء الاسره العلويه، والملك ديالنا بين وبرهن لنا في هذه الازمه اللي دازت على البلاد ديالنا بانه قاوم وضحى من اجل الشعب ديالو. السلام عليكم، انا بالاسم ديال ابراهيم محمد من مواليد الخميسات، عايش في مدينه تشيرا الغياتن على مده 30 سنه. حارس يومي، والاخ محمد معايا حارس ليلي. كنشكروا الشباب ديال هاد الدرب هذا وهاد الحياده بالتنظيف ديال هاد الحياده، بانه كان غير مزبله ودابا راه ردوه حي نقي ونظيف بالمبادره ديالهم والمبادره ديال الدراري. وكنشكروا خالد ادنجار، هو الرسام ديال هاد الصوره ديال سيدنا ووالده الله يرحمه عاش الملك وولي العهد. وهذا كنشكروا جميع المواطنين وجميع المبادره والناس اللي بادروا في هذه المبادره هذه، كنشكروهم جميعا وشكرا جزيلا. وعاش الملك، والله ينصر سيدنا، والله يخلي لنا ولي العهد، والله يرحم المرحوم ديال الحسن الثاني رحمه الله ونصرهم جميعا وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.